كما تستعد أيضا الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لعيد الفطر المبارك بتوفير العديد من السلع الغذائية. وللمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا مباشرة من أمام أحد المجمعات الاستهلاكية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة مراسل أون لايف أحمد فرج. أحمد، بعد التحية، يعني كيف تبدو استعدادات المجمعات الاستهلاكية لاستقبال عيد الفطر المبارك؟ بداية، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. وبالنسبة لاستعدادات وزارة التموين الخاصة بعيد الفطر المبارك، تم ضخ 2000 طن من اللحوم الطازجة بتصل أسعارها إلى 80 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى ضخ 10000 طن من اللحوم المجمدة بتصل أسعارها إلى 60 جنيها للكيلو، وأيضا ضخ 10000 طن من الدواجن بتصل أسعار الدواجن إلى 31 جنيها. كل هذا بالإضافة إلى المعجنات التي المضخوخة داخل السوق وداخل الأسواق الاستهلاكية، بتصل أسعار الكحك إلى قرابة 85 جنيها، بالإضافة إلى البسكوت حوالي 60 جنيها مقارنة بالأسواق الخارجية أقل حوالي 30 أو 35% مقارنة بالأسواق الخارجية. يعني بالنسبة للإقبال، فالإقبال كان كثيفا حتى يوم الخميس الماضي، وبدأ يقل الإقبال مع اقتراب يعني حلول عيد الفطر المبارك. وللحديث عن بقية التفاصيل الخاصة باستعدادات المجمعات نعم، يعني تقول أن هناك إقبال من قبل المواطنين، هل تحدثت مع أحد المواطنين وتعرفت منهم على أن هل الأسعار أسعار هذه المنتجات تناسب حالتهم المادية ومتناسبة مع استقبال عيد الفطر المبارك؟ يعني هي في البداية كانت خطوة قد أقدمت عليها وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية بخفض أسعار المنتجات الأساسية العادية خلال شهر رمضان الكريم بنسبة 20 إلى 25% مقارنة بالأسواق الخارجية، وهذا ما حدث بالفعل. يعني هي مقارنة بالأسواق الخارجية حوالي 20 أو 25% أقل، أما بالنسبة للكحك والبسكوت والمعجنات فأقل بنسبة 30 أو 35%. ولكن يعني المواطن المصري يعني لم يعد يشتري بنفس الكميات التي كان يشتريها بها خلال السنوات الماضية، وذلك لارتفاع الأسعار، فبدأ يشتري كميات قليلة، بالإضافة إلى أن هناك فوارق في الأسعار مقارنة بالأسواق الخارجية. البعض يتحدث عن أن هناك فوارق كبيرة، والبعض الآخر يتحدث عن أن الفوارق محدودة للغاية. نعم، طيب هل هناك توافر للأسماك المملحة؟ طبعا يعني عيد الفطر المبارك نعرف أن المواطنين يعني بعد شهر رمضان يقبلون على أكل الأسماك المملحة، هل يعني وجدت في هذه المجمعات الاستهلاكية هذا النوع من المنتجات أم لا؟ وكيف تبدو أسعارها أيضا؟ بالنسبة للأسماك يعني متوفرة الأسماك، ولكن كان السحب يوم الخميس الماضي وقبلها بيومين كان يعني كثيفا للغاية وكبيرا للغاية، مما أدى إلى يعني عدم توفرها في هذه الأثناء. والإقبال أيضا على اللحوم كان بشكل كبير للغاية، يعني أسعارها مقارنة بالأسواق الخارجية قد تصل إلى أقل من الأسواق الخارجية بحوالي 20 أو 25% عن الأسواق الخارجية. ويعني وفقا لتصريحات وزير التموين، فإن المجمعات الاستهلاكية سوف تغلق أبوابها في أول أيام عيد الفطر المبارك، وسوف تعمل في بقية الأيام، وهذه المجمع الذي توجد فيه الآن بالفعل سيغلق أبوابه وسيستمر بقية أيام العيد. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد فرج مراسل أونلايف، كنت معنا عبر الهواء مباشرةً.